من الغناء الى الصحافه الاستقصائيه، كيف الوضع؟ بس شفتكم، بس شفتكم مسلطنين يعني. ايه طبعا الاصوات الحلوه والشباب اللبناني. ابراهيم ضاوي اهلا وسهلا فيك. ادهم الرفاعي اهلا وسهلا فيك. ورح نستضيف عبر زوم زميلنا هادي الامين لنحكي عن هالتجربه بالصحافه الاستقصائيه. هادي صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين. شكرا كثير لك هادي. صوتك هالتجربه مع الصحافه الاستقصائيه وهالبرنامج يلي اذا بدك هيك عم بيعطي يعني يقوم بارساء مفاهيم للصحافه الاستقصائيه، وعم بيشجع هالشباب يلي بعد شوي حنسمع صوتهم على انهم يعتمدوا هذا الاسلوب من الصحافه اذا بدك لحل القضايا، لفتح ملفات، لمتابعه ملفات. قد ايه برايك وين اهميه انه مثل هيك برنامج، مثل هيك مهارات انها تقدم للشباب اللبناني يلي بحب العمل الصحفي؟ الأكيد ببلد مثل لبنان يعني الفساد والمخالفات والارتكابات منتشرة فيه بشكل واسع منذ يعني 30 سنة أقل، وبهذا الجيل الجديد لهلا من الضروري يكون المواطن عنده هذا الحس الصحفي، لأنه بالدول المتحضرة إذا بدك بأوروبا وكذا المواطن تعود أنه يكون هو خفير، يعني المواطن ببلغ أي مخالفة، أي مخالفة بتصير قدامه بيعتبرها بتمسه شخصيا لأنه عم تمس الكيان تبع الدولة، وهذا اللي تخلي الدول تحافظ على حالها ويعني وتقدر تستمر بمواطنين اقله، يعني مش بس تكون الدوله هي الشرطه اذا بدك او القرار عندها. برنامج صوتك كان يعني هدفه تحويل المواطن، اكبر عدد من المواطنين الى صحفيين يقدروا يوثقوا مخالفات هذه الطبقه السياسيه، يقدروا يرفعوا الصوت بواجه اي ارتكابات ممكن تكون عنصريه، ممكن يكون تمييز، مش بس بحث عن فساد. هو برنامج تدريبي صوتك يعني، وهالمره عم يستهدف فئه من الشباب اللي هن مهتمين اذا بدك بالشان العام، اللي شايفين هيدا الجيل اللي عم يشوف هيدي المتغيرات بالبلد، خصوصا بمرحله بعد 17 تشرين كيف العالم صارت حقوقها كلها متاكله، ليقدروا يوسعوا هيدا الفساد، يقدروا اليه البحث عن مش يعني ما نتلقى الخبر مجرد خبر من المصادر المعنيه. وهدفه يوصل لهول الشباب بمحيطهم الضيق، بدنا اكثر ما انه يتوسع للقضايا الكبيره بالبلد، لانه المخالفات او الارتكابات اللي بتصير بحق المواطنين عم تصير بنطاقات ضيقه اكثر من هي المخالفات الكبيره اللي بتطال جميع المواطنين. برنامج صوتك بتطلب هذا الكم من الشباب لحتى يقدروا يعني يفهموا نوع المخالفه او يقدروا يحاسبوا يعني هيدي الطبقه السياسيه، يكونوا قوي، يساعدوا الراي العام يوصل للحقيقه، امر اساسي جدا لتغيير المجتمعات حكما. نعم. خلينا احنا نسمع هادي راي الشباب. ابراهيم رح ابدا معك، ليش الصحافه الاستقصائيه وشو قدم لك صوتك؟ بداية هيدي الورشة التدريبية ببرنامج صوتك صوتك خلتنا نبعد عن مجرد انه نكون نحن اشخاص بس عم نتلقى المعلومة من الزملاء هادي وليال وزميل رياض بيسي وغيره، صرنا لا نحن قادرين نروح ونبحث، نحط فرضية، نبحث بهذه الفرضية، نروح نبحث عن مستندات، عن وثائق بمكان معين، ومثل ما بنقول نحن يمكن نفصفص هيدي الفرضية شرحها لنوصل لحقيقة معينة، يعني نحن ما نقدم للناس بمكان معين حقيقة، بالرغم أنه في كتير صعوبات عم تواجهنا بهيدا المجال برحلة البحث عن الحقيقة لنوصل لمعلومة نقدمها للناس. الناس دايما يمكن بتشوف المعلومات السطحية اللي بتشوفها يمكن عبر التلفزيون أو بتسمعها كما ذكرت من الزملاء، نحن لا، اليوم عم نجي نقول لهم ما في بس هيدا المعلومة السطحية اللي مخبى تحت منها أكبر بكتير. الملفات، الفساد، الرشاوي، يمكن المصاري اللي موجودة لمنشآت معينة، لأشغال معينة، الناس هي ما عم تشوف إلا الأمور السطحية، ما عم تشوف إلا ترقيعها وتزفيتها، بينما نحن عم نجي نبحث بأكبر من هيك. وهيدا اللي علمنا يا برنامج صوتك. كمان أدهم بهمني أعرف رأيك، شو قدم لك هالبرنامج وبنفس الوقت ليش هالنوع من الصحافة؟ بالبداية صباح الخير لك كل المشاهدين. طبعا هيك برنامج عم يشتغل على مع المواطنين، عم بيأسس لزمالة بين الصحافي والمواطن، عم نشتغل نحن من كل المناطق اللبنانية، شاركنا بهيك برنامج لنأسس
هيدي الزمالة بين الصحافة الاستقصائية والمواطنين لنكافح بالفساد. هلا صح انه مش قادرين يعني نكافح كثير من الفساد كون البلد منخور من الفساد من شماله لجنوبه وشرقه لغربه، بس حقيقة لما بتزرع شيء صغير بالبلد إلا ما يعطي ثمار، بيعطي ثمار لبعض اللي قالوا هادي. شوي شوي ونحن بدنا نهتم، بدنا نهتم ونشتغل لنطور هيدي الزمالة بين الصحافة نعم. هادي بدي أرجع لك، يعني اليوم في كتير ناس بتتحمس لهالنوع من الصحافة أو من الأعمال الصحفية، وحماسة ممكن يدفعها إذا بدك ل هادي يلا رح نرجع نأمن الاتصال مع 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 قلت لي أدهم، قلت لي إبراهيم عفوا، عم تقلي إنه مش بالسفح هي بدك تغوص، الغوص بده دقة وبده حذر وبنفس الوقت بده موضوعية، بده شفافية، بدك تكون قادر توصل للمعلومة من دون ما تسبب لحالك مخاطر وتسبب للآخرين الأذى وتسبب، يعني بالنهاية نحن بمجتمع تم تخبى وراء إصبعنا معروفين كيف محاطين، يعني أنت ما فيك بسهولة تروح تقول لهم بدي هذا المستند أعطوني إياه، لا بدك تكافح، بدك تثابر وبدك تصبر، وهذا الشيء كله ما بيتأمن إلا بالشفافية وبالموضوعية، وتكون عم برجع بقول لك عم نقدم نحن حقيقة للناس أو ربما معلومة صغيرة للناس، فلنوصل أقل معلومة بدنا طبعا نكافح ونثابر. كمان هون أدهم بدي اخذ رايك حول الدقه، قد ايه يعني بهال التدريب يلي تعلمته اذا بدك الدقه العمل على رواق مش التسرع، مش انه انا مثلا صار عندي مستند اذا انا صرت املك الحقيقه، لانه كمان يعني في بعض الناس بس يصير عنده مستند هيك يصابوا ببعض من الغرور انه انا املك اصلا ممكن توصل لفرضيه حقيقه لما بيكون انت عم تدور على معلومه احيانا بتوجدها على جوجل، يمكن احيانا من خلال اتصال من معارف لهم علاقه بموضوع معين عم تشتغل عليه. حقيقه لما بتوصل لمعلومه لرقم معين بدك تتاكد منه، ما بيمشي الحال انه والله انا وصلت لهذا رقم معين مثلا عندنا سرقه، احتمال سرقه بهذا النقطه المعينه، والله انا دغري بنشر الخبر، لا بالعكس نحن بدنا نتابع وندقق بالمصادر، وهي اهم شيء انك تدقق بالمصادر وتتحقق منها من عده مصادر، كل ما كان عندك عده مصادر لرقم معين او لخبر معين كل ما عم تعطي دقه اكثر للخبر للخبر 100%. هادي عم بحكي كنت مع الشباب عن الدقه بهيدا العمل، بتعرف في كتير ناس بيتحمسوا للعمل الاستقصائي لفتح ملفات، قد ايه بده صبر دقة، بده ريلي يعني حقيقة احتراس على ان مش لانه كوني بملك مثلا مستند او جزء من هالحقيقة اني اتسرع بنشر المعلومات، وقد ايه اصريتوا على انه فعليا كمان ادخال هالمهارات بضمن البرنامج اللي عم تقدموه. صحيح في فرق بس بين العمل الصحفي العادي والعمل الصحفي الاستقصائي. العمل الصحفي العادي هو هدفه إيصال الصورة للرأي العام، إيصال المعلومات للرأي العام، يحتاج إذا بدك هنا الفرق بيناتهم هي آلية البحث. بالعمل الصحفي العادي يمكن ناخذ مصدر تصاريح سياسية، بالعمل الصحفي الاستقصائي الفرق انه بده وقت أكثر، بده يتدقق من المعلومات، يعني المصدر بده يكون في شك بالمصدر أكثر من الثقة بالمصدر. مصادر يعني ما فيك تعتمد على مصدر، بدك تعتبره يا بدك تنفيله فرضيته يا بدك تاكده. والعمل الصحفي بده يشتغل مثل اذا بدك محقق ناجح او مثل قاضي نزيه، يحط كل الفرضيات للارتكاب اللي عم يصير ويجرب ينفيهم وحده وحده ليوصل للقناعه اللي بتغذي كل، يعني اللي بتتغذى بكل المعلومات الموجوده عنده. ايضا الفرق بين العملين الصحفي العادي والصحفي العمل الصحفي الاستقصائي بالنتائج. العمل الصحفي العادي يعني الصحفي ما بده يوصل لنتيجه، والقصة الصحفية العادية ما بتخلص لأنه الأخبار ما بتخلص، ولكن بالعمل الاستقصائي أنت بدك توصل لا خلاصة في قصة، بدك توصل مين مرتكب. يعني أيضا كمان بالعمل الصحفي الاستقصائي فيك تاخذ أنت تتحيز للضحية،
بالعمل الصحفي العادي شغلة الصحافي يعني توجيه الرأي العام، إيصال الصورة كاملة له، معرفة المواطنين، البرامج السياسية يفترض بكل دول العالم للطبقة السياسية أو للسلطة الحاكمة ومحاسبتها على هذه البرامج. عندنا أصلا الانتخابات بتصير بدون أي برنامج، فالشغل الصحفي والعمل الاستقصائي بلبنان يحتاج إلى تطبيق ببلد. يعني البحث مش شو عم يصير بالمكان وامام عدسه الكاميرات، يمكن البحث شو خبى ملفات بالجوانب، البحث بالمراسلات اذا ما شفنا هلا بموضوع نيترات الامونيوم، الحقيقه بتبين بالمراسلات اللي ما حدا مطلع عليها كان بيطيل وجود النيترات بمرفق بيروت. فمن الضروري يكون الصحفي عم يبحث عن حقيقه ما يوثقها بأدلة ومستندات دامغة ليطلع فيها بخلاصة أمام الرأي العام. نعم، هادي الأمين، زميل هادي الأمين، شكرا كثير لك وتحية لكل يعني فريق الجديد الاستقصائي خلينا نقول. شكرا كثير شباب. آخر سؤال لكم، قد ايه استفدتوا من خبرة يعني هادي وبقية الزملاء بالعمل يلي يعني صاروا معروفين فيه؟ صح، انا كنت مع فريق زميل هادي الامين، يمكن زميلي ادم كان مع زميل ادم، والمفارقه انه من جاي من بعلبك انا من الجنوب، يعني من يعني البرنامج لسته انه جمع من اقصى الشمال لاقصى الجنوب لنكشف يمكن قد ايه في فساد على صعيد كل اقطاب لبنان. فعلى صعيد الزملاء بالزميل الاستقصائي بوحده قناه الجديد، اكيد ما في شك انه لما نحكي صحافه استقصائيه بنروح يمكن عند زميل رياض، عند هادي، عند ليال، يعني صار معروف انه بالاستقصاء بنروح لعندهم. ما في شك انه نحن بالمرحله الثانيه اللي نحن خلصت ب 7 8 بعتقد نهار السبت، كنا عم نكتب تقرير استقصائي، هذا التقرير نحن بنقدمه للمدرب، يعني انا مثلا قدمته للزميل هادي ثلاث مرات، اول نسخة، ثاني نسخة، ثالث نسخة، بكل نسخة كنا عم نتعلم شيء جديد، بكل نسخة كان في انتقاد بمكان معين، لا ابراهيم صحح هون، شيل هيدي، وصل لنتيجة، ركب بالمقدمة، يعني بكل نسخة كنا عم تتعلم شيء جديد. أدهم كمان. المواضيع اللي كنا عم ناخذها نحن خلال المسارات اللي أخذناها خلال الدورة، كل موضوع يعني بيعرفك شيء جديد عن الصحافي، قديش مهم انك يكون عندك اخلاقيات الصحافي، تعرف بالقوانين الدوليه والمحليه. حتى في موضوع مهم انطرح باحد المسارات عن الذكاء العاطفي يلي بيخليك تكون عم تقرا الاشخاص اللي انت عم تحاورها. حتى يعني مثلا انت بدك تعمل مقابله مع احد السياسيين بده يحاول يلوفك عليك ببعض المحلات، هون انت بدك تقفره من خلال الذكاء دراستك سيكولوجي لإله للتواصل، علم التواصل 100%. هلا انا يعني اختصاصي منه اعلام ولا صحافه، جاي من باك جراوند هندسه ميكاترونكس، يعني عم نشتغل يعني حتى عم نتعلم اشياء جديده بالصحافه. وكوني انا عندي اهتمام بالشان العام وبالسياسه، يعني جذبني برنامج صوتك وقلت لا بدي شارك، خاصه اني انا من منطقه بعلبك. اكيد اكيد المنطقه بتعرف منطقه محرومه مثل غير مناطق كل لبنان محروم مع الاسف يعني. وهون بشير يعني للي حكاه الزميل هادي الامين عن موضوع الصحافه الاستقصائيه بنترات الامونيوم وانفجار المرفأ، الصحافه الاستقصائيه فيها ببعض المحلات مخاطره بكثير من الامور. لما بتكشف شيء ورقه وثيقه بتعرض السياسيين اللي عم بيعملوا مجازر او عم بيعملوا اشياء غلط، هون انت عم بتحطهم عم تتواجه مع ناس لا يمكن الوثوق بها، وهيدي الطبقه السياسيه يعني ان شاء الله رح تتحاكم كل حدا مسؤول عن انفجار المرفأ عن اي نوع من الفساد. وهون نحن بنحيي القاضي طارق بيطار. نعم. بقضيه مرفأ بيروت. نعم. انا بشكركم كثير، بتمنى لكم التوفيق، بتمنى كمان تستفيدوا من هالدوره بحياتكم، ان كان يمكن بالهندسه بعدين بعملكم الصحافي، انه يمكن هو تفكير الصحافه الاقصائي نوع من التفكير، وهذا التحليل رح بفيدنا بدي يضيف شيء انه بس بسرعه ادهم، نحن الشباب اللبناني نحن اللي بدنا نستلم البلد بكره. نعم. شو بدنا نقول لجبران باسيل مثلا يمكن من 18 ل 35، يعني كله اللي كان مشاركين من اعمار جديد. شكرا كثير لكم، بالتوفيق.